هل عرف وعبد وانتظر اليهود اسم يسوع في العهد القديم؟ هل اليهود بالفعل عبدوا ربنا في العهد القديم باسم يسوع؟ هل بالفعل عرف اليهود في العهد القديم ربنا باسم يسوع؟ هل بالفعل انتظر اليهود وعد ربنا ان هو هيتحقق باسم يسوع؟ طبعا اسم يسوع اللي هو يشوع في العبري، اللي هو يهوى شوع، ده اللي بدأنا الموضوع ده مع بعض المرة اللي فاتت وما كملناهوش، لكن هقوله باختصار الحاجات اللي قلناها المرة اللي فاتت وكمل بقية الأدلة. درسنا أدلة كتيرة جدا في الكتاب المقدس إن الرب يسوع المسيح هو تجسد يهوى، واضح، وهو يهوى الظاهر في الجسد. لكن تركيزي هنا من زاوية تانية، مش بس انطباق النبوات وإن يسوع هو الله الظاهر في الجسد، لا، أنا بركز على الاسم في حد ذاته، اسم يسوع. ليه ربنا لما تجسد ما خدش اسم يهوى؟ ليه ربنا لما تجسد ما خدش اسم أدوناي؟ ليه ربنا لما تجسد ما خدش اسم إيل أو شداي أو غيره؟ ليه أخد اسم يسوع؟ ليه أخد اسم يشوع؟ ده المهم، لأن بالفعل اليهود عبدوا ربنا باسم يشوع وعرفوه وانتظروه بهذا الاسم. زي ما قلت لحضراتكم عدد مهم لما الملاك جبرائيل بيقول لمريم العذراء في إنجيل متى 1:21، فستلد ابن وتدعو اسمه يشوع، اللي هو يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. ارتباط الاسم مرتبط بالخلاص. يعني اليهود عارفين اسم ربنا اسم يشوع لأن اسم يشوع مرتبط بالخلاص. جبرائيل الملاك يكلم امرأة يهودية العذراء مريم اللي فهم هذا الأمر وبيقول لها ابنك ده هتسميه يسوع ابن العلي ده. ليه؟ لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، لأن يسوع تساوي مخلص. كلمة يسوع الاسم، ليس الفعل فقط لكن الاسم أيضا والمعنى. فاسم يسوع نفسه في العهد القديم مرتبط بيهوى ومعروف لليهود وينتظروه، وده محور كلامي. فكلمة يشوع في العهد القديم في الأصل العبري اللي هو حتى في اليوناني إيسوس جاية من العبري اللي هو يشوع، اللي هو يهوى شوع، يهوى الخلاص. فأنا بركز على حتى مش اسم المسيح. اسم المسيح درسناه في مرة قبل كده في 7 محاضرات مع بعض تفصيليا، المصايا في الفكر اليهودي. فلقب المسيح ده لقب إلهية ملهوش حل، ودرسناه قبل كده تفصيلا وحتى من مخطوطات قمران ما قبل الميلاد. لكن النهاردة أنا بركز على اسم يسوع بس، مش اسم المسيح، مش النبوات، مش شيء آخر. فاسم يشوع اللي هو في العهد القديم أو في العبري اللي هو يهوى شوع، والمصدر بتاعها يشع اللي هو معناها الخلاص أو يهوى المخلص. فاسم يسوع لأي حد بيسمعه يهود اللي هو يشوع فاهم إن هي معناها يهوى المخلص كاسم، وجاي من مصدر الخلاص. طب البعض هيقول لكن في بشر حملوا اسم يشوع في العهد القديم. لا، البشر اللي حملوا اسم يشوع في العهد القديم كتمجيد لربنا، لكن ده لا يعني ان الله ما ياخدش الاسم ده. في ناس كتير حملوا اسماء اخرى تمجيد لربنا من اسماء ربنا نفسها. في ناس حملوا اسم ادوناي، ادونيا ده ادوناي، ده اسم ربنا، والبعض من البشر تلقبوا من اليهود باسم ادوناي. اسم جبور ده من اسماء ربنا، زي اللي أطلق على بعض اليهود في عزرة 22. فالبشر اللي بياخدوا أسماء من أسماء ربنا بيطلقوها على نفسهم هو تمجيد لربنا، لكن مش معناها أنه هم من ربنا. لكن ربنا لما بياخد الاسم ده على نفسه هو ده اسمه وصفته ومن أفعاله. معايا؟ فأن في واحد مشهور اللي هو يشوع ابن نون أخد اسم يشوع اللي هو يهوى شوع، ده مش معناه ان الاسم ده مش من اسماء ربنا، لا، ده لسه اسم يشوع ده من اسماء ربنا، لكن هو اسم حقيقي لربنا، لكن البشر بياخدوه كتمجيد لربنا على هذه الصفه. زي ما قلت لحضراتكم، البعض تلقبوا باسم الدنيا، والبعض تلقبوا باسم جبور وغيرهم. فدرسنا بعض الاعداد اللي بتقول انه الخلاص هو الله، هو الله ذاته يشوع الهيم، أو الخلاص هو الرب اللي هو يشوع هو يهوى.
لذلك بناء عليها اليهود عرفوا وعبدوا وانتظروا يشوع اللي هو اسم من أسماء ربنا، وأن ربنا لما يأتي ممكن يأتي بهذا الاسم لأنه واحد من أسماء ربنا المهم. فزي ما قلت يقول في سفر المزامير مزمور 3 عدد 8 للرب الخلاص على شعبك بركتك، في العبري قوم يهوى يشعني، أي الخلاص هو يهوى. فهي ليهوى شوع يعني الخلاص هو يهوى، يشوع هو يهوى، فيسوع هو يهوى على شعبك بركتك. ده لما لسان عبري بيسمع بالعبري بالطريقة دي فهمها. للأسف في انفصال كتير ما بين اليهود والعبري وما بيننا إحنا لما بناخد الترجمات، رغم روعتها وجمالها ولكن برضو بتبقى أقل شوية من المعاني العميقة اللي بتبقى موجودة في الكتاب باللغات الأصلية. ده مش معناه بطلب من كل واحد يدرس لغات الكتاب المقدس القديمة، لأ، العربي والإنجليزي والأرامي وغيره كله حلو، لكن اللي بتجيله فرصة بيلاقي أعماق أكتر في الكتاب المقدس. لما يقول الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، ياهو يهيو لي يشوع، قوتي ونشيدي يهوى الذي صار يشوع، فهو يهوى قوتي ونشيدي وقد صار يشوع. يشوعي أو يسوعي هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. ده في خروج 15 في التسبيحة اللي بيقولها موسى النبي. فموسى هنا بيقول أن يسوع هذا إلهي أمجده، واستخدم كتير اسم يسوع مكان اسم يهوى، لأن اسم يشوع ده من أسماء يهوى. درسنا عدات كتيرة المرة اللي فاتت مع بعض فهمشيها وأوصل لغاية الوقت اللي وقفنا عنده. كنا وصلنا عند العدد اللي هو في سفر المزامير، أنا كنت ماشيها بالترتيب، فكنا وصلنا لمزامير 91 أعتقد حسب ذاكرتي، عدد 16، وهنكمل من بعدها. فنكمل، أنا يعني اللي حابب يرجع لبقية الأعداد اللي اتكلمنا عنها الأسبوع اللي قبل اللي فات هيلاقيها موجودة على الموقع، يقدر يلاقي التسجيل بالكامل والأعداد بكل واحد حسب النطق العبري. سفر المزامير 95 عدد 1 بيقول هنم نرنم ليهوى نهتف لصخرة خلاصنا. العدد هنم نرنم ليهوى، كلمة خلاص اللي هي يشوع في العبري، نهتف لصخرة يشوعنا اللي هو يسوعنا. سفر المزامير 96:2 رنموا للرب باركوا اسمه بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، رنموا ليهوى باركوا اسمه بشروا من يوم إلى يوم بيسوع. سفر مزامير 98:2 أعلن الرب خلاصه لعيون الأمم كشف بره. لو هناخد الاسم بالعبري اللي هو يشوع، أعلن يهوى يشوعه لعيون الأمم كشف بره. دي كل دي اسم يشوع نصا من أسماء ربنا في العهد القديم. سفر المزامير 98:3 ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل. رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا، رأت كل أقاصي الأرض يسوعنا إلهنا، لأن كلمة خلاص اللي هو يشوع. رأت كل أقاصي الأرض يشوعنا إلهنا. سفر المزامير 116:13 كأس الخلاص أتناول، وباسم الرب أدعو، كأس يسوع أتناول وباسم يهوى أدعو، لأن اسم يسوع هو اسم يهوى، لأن يسوع هو يهوى اسما، ليس فقط انطباق نبوات، ليس فقط عن أعمال، ليس فقط عن كلمات قالها، لكن حتى الاسم نفسه، اسم الميلاد نفسه، وإحنا في ذكرى الميلاد النهاردة. سفر مزامير 118:14 قوتي وترنيمي الرب قد صار لي خلاصا، قوتي وترنيمي يهوى، لأن الرب لما بتتكتب في العبري هي يهوى، وقد صار لي يشوعا. فبيقول قوتي وترنيمي يهوى، يهوى ده حييجي وحيبقى يشوع، فيهوى صار يسوع بتجسده. سفر مزامير 119:123
كلت عيناي اشتياقا إلى خلاصك وإلى كلمة برك. داود بيقول كلت عيناي اشتياقا إلى يسوعك وإلى كلمة برك. سفر المزامير 119-155، الخلاص بعيد عن الأشرار لأنهم لم يستلموا فرائضك. كلمة الخلاص اللي هي بالعبري يشوع لفظا، يشوع بعيد عن الأشرار لأنهم لم يلتمسوا فرائضك، فعشان كده ما بيفهموش الأشرار يشوع مين ده. سفر المزامير 119-166، رجوت خلاصك يا رب ووصاياك علمت عملت، رجوت يسوعك يا يهوه ووصاياك عملت. سفر المزامير 119 عدد 174، اشتقت إلى خلاصك يا رب وشريعتك هي لذتي. هنا بيقول داود اشتقت إلى يسوعك يا يهوه وشريعتك هي لذتي، لأن يسوع هو تجسد يهوه. سفر أشعياء إصحاح 12 عدد 2، هوذا الله خلاصي فاطمئن ولا ارتعب، لأن ياه يهوه قوتي وترميمتي وقد صار لي خلاصا. العدد بيقول هنا هوذا إيل يسوعي، زي ما يقول إيل يهوه أو يهوه إلهيم، هنا بيقول إيل يسوع. فاسم يسوع زي ما يذكر اسم ثنائي ربنا يهوه إلهيم، بيذكر أيضا اسم يسوع إلهيم. هوذا إيل يسوعي فاطمئن ولا ارتعب، لأن ياه يهوه قوتي وترنمتي وقد صار لي يسوعا. العدد ده يسوع بالاسم، اسم ربنا في العهد القديم مش في العهد الجديد، مرتبط باسم إيل ومرتبط باسم يهوه. فبيقول إيل يسوع بدل يهوه يسوع، قال إيل يسوع أو بدل يهوه إلهيم، قال إيل يسوع، لأن يهوه قوتي وترنيمتي وقد صار لي يسوعا. يهوه قد صار يسوعا، الكلمة صار جسدا. يسوع هو إيل وهو يهوه وهو صار يسوع، الكلمة صار جسدا. يوحنا المعمدان، يوحنا الحبيب ما كانش بيخترع حاجة جديدة، الكلام ده اتقال في العهد القديم بالفعل. سفر أشعياء 25-9، ويقال في ذلك اليوم هو ذا هذا إلهنا انتظرناه فخلصنا، هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه، إلهينه ويشعنه. ويقال في ذلك اليوم هو ذا إلهيم انتظرناه ويسوعنا، هذا هو يهوه انتظرناه ونفرح بيسوع. يسوعنا مين؟ يسوعنا هذا هو يهوه اللي انتظروا اليهود، نصا في العهد القديم ولكن بالنطق العبري للاسم، نصا لا تفسير ولا نبوات تنطبق ولا معنى كلام، بالنص. سفر أشعياء 33-2، اللي حابب يسأل يرفع ايده وتحت امر حضراتكم، لكن يعني ارجو ما يسألش اثناء الموضوع. سفر أشعياء 33-2، يا رب تراءف علينا، اياك انتظرنا، كن عضهم في الغدوات، خلاصنا ايضا في وقت الشده. يا يهوه، العدد بيقول، بنشيل كلمه رب وبنحطها بالعبري اللي هي يهوه، يا يهوه تراءف علينا، إياك انتظرنا. طب هينتظروا باسم إيه؟ كن عضهم في الغدوات، يسوعنا أيضا في وقت الشدة. سفر أشعياء 51-6، ارفعوا إلى السماوات عيونكم، انظروا إلى الأرض من تحت، فإن السماوات كالدخان تضمحل، والأرض كالثوب تبلى، وسكانها كالبعوض يموتون، أما خلاصي فإلى الأبد يكون وبري لا ينقض. أما يسوعي فإلى الأبد يكون وبري لا ينقض، لأن يهوه هو يسوع اسما. سفر أشعياء 51-8، لما يقول أما بري فإلى الأبد يكون وخلاصي إلى دور الأدوار، ويقول يسوعي إلى دور الأدوار. أشعياء 52-7، ده على التبشير، ما أجمل على الجبال قدمي المبشر، المخبر بالسلام، المبشر بالخير، المخبر بالخلاص، القائل لصهيون قد ملك إلهك. العدد لما نشيل كلمة الخلاص
بالعبر نحطها اللي هي يشوع: ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام، المبشر بالخير، المخبر بيسوع القائل لصهيون قد ملك إلهيم، لأن يسوع هو إلهيم. سفر أشعياء 52:10: قد شمر الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل الأمم، فتراءى كل أطراف الأرض خلاص إلهنا. قد شمر يهوه عن ذراع قدسه أمام عيون كل الأمم. يهوه لما شمر عن ذراع قدسه وظهر لعيون الأمم، فتراءى إزاي؟ فتراءى كل أطراف الأرض يسوع إلهنا. نص لما يهوه قرر يأتي ويظهر ويشوفوه الأمم، لجهل الأرض على شكل يسوع إلهنا. فيسوع إلهنا هو يهوه، وهو ظهور ليهوه. سفر أشعياء 56:1: هكذا قال الرب: احفظوا الحق واجروا العدل، لأنه قريب مجيء خلاصي واستعلان بري. قال يهوه: احفظوا الحق واجروا العدل، لأنه قريب مجيء يسوعي واستعلان بري. سفر أشعياء 62:1: من أجل صهيون لا أسكت، ومن أجل أورشليم لا أهدأ، حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقد. حتى يخرج برها كضياء ويسوع كمصباح يتقد. سفر ميخا 7:7: ولكنني أراقب الرب، أصبر لإله خلاصي، يسمعني إلهي بالعبري، وإني بيهوى أتسفاه وأخلي لإلهي يشوعي. ولكني إلى يهوى أنظر، أصبر لإلهي يسوعي، يسمعني إلهيم أو يسمعني إلهي. أصبر لإلهي يسوعي، ده اللي بيقوله ميخا، بيراقب ومستني لما يجي يا إلهيم يسوع ويظهر، لما يجي يهوى يسوع ويظهر. ده اللي بيقوله ميخا لفظا في العبد. فيهوه هو يسوع، هو إلهيم اللي انتظر اليهود، ولكن بالنطق اليهودي لكلمة يسوع لما تترجم في العربي لخلاص، لكن هي في العبري يشوعي اللي هو يسوعي. الإشكالية ده مكتوبة عند اليهود لفظا، وبعضهم كتير من الربوات القدام وحتى الحداثة قالوا من ضمن أسماء ربنا هو يشوع، بل بعضهم قال لما يظهر المصايا هيظهر باسم يشوع، قالوها لفظة. لكن مشكلتهم فقط ايه؟ بعض اليهود دول لم يفهموا سر التجسد، ما فهموش سر التجسد، لكن يعرفوا ان يهوه هو يهوه شوع، يشوع اللي هو يسوع. فاليهود ما عندهمش مشكلة ان يهوه شوع، ده باسم من اسماء يهوه. تصريف آخر من يسوع اللي هو يشوع، اللي هو تصريف يشع أيضا أو يشع الخلاص أو الخلاص، وده اسم على فكرة مش فعل أو صفة، اللي يبص في القواميس زي قاموس براون، اسم مذكر نون ماسكلين. فالاسم ده أيضا اسم، ليس فعل وليس صفة وليس ضمير، ده اسم. سفر صمويل الثاني 22:3: إلهي صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي، ملجأي ومناصي، مخلصي من الظلم تخلصني. العدد بيقول إلهي صخرتي به أحتمي، ترسي وقرني يسوعي. سفر صمويل الثاني 22:36: تجعل لي ترس خلاصك ولطفك يعظمني، تجعل لي ترس يسوعك. أيضا في نفس الإصحاح عدد 47: حي هو الرب ومبارك صخرتي ومرتفع إله صخرة خلاصي. مرتفع اللي هو إلهي سور يشعي، مرتفع إلهي صخرة يسوعي. سفر المزامير 118:46: حي هو الرب ومبارك صخرتي، مرتفع إله خلاصي اللي هو إلهي يشعي ومرتفع إلهي يسوعي.
مرتفع يسوعي إلهي. ده اللي بيقوله في سفر المزامير 118 46، يقول في سفر المزامير 20 6: الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه، يستجيب من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه. العدد العبري اللي يقراه بجبروت يمين يشوع، ربنا هيخلص يهوه، هيخلص ازاي؟ بجبروت يمين يشوع. سفر المزامير 47 اسف 27 عدد 1: الرب نوري وخلاصي ممن اخاف. يهوه نوري ويسوعي ممن اخاف. لما يهوه نفسه يظهر وياتي في الشكل يسوعي، فاضل ايه تاني اخاف منه في الدنيا دي كلها؟ سفر المزامير 38 22: اسرع الى معونتي يا ربي يا ربي يا خلاصي، اسرع الى معونتي يا يهوه يا يسوع. سفر المزامير 62 7: على الله خلاصي ومجدي، صخرتي قوتي محتماية في الله. على إلهيم يسوع صخرة قوتي محتماية في إلهيم. فاسم يسوع هنا جاي اسم إلهيم يسوع أو إلهيم يسوع. سفر المزامير 85 7: أرنا يا رب رحمتك وأعطنا خلاصك، أرنا يا يهوى رحمتك وأعطنا يسوعك. سفر المزامير 85 9: لأن خلاصه قريب من خائفيه، ليسكن المجد في أرضنا، لأن يسوع قريب من خائفيه. لو شلنا كلمة خلاص وحطينا مكانها يشوع، لأن يشوع قريب من خائفيه، يسكن المجد في أرضنا. سفر المزامير 95 1: هلما نرنم للرب نهتف لصخرة خلاصنا، هلما نرنم ليهوه نهتف لصخرة يسوعنا. سفر المزامير 119 81: طاقت نفسي إلى خلاصك كلامك انتظرت. بيقول طاقت نفسي إلى يسوعك كلامك انتظرت. سفر أشعياء 17 10: لأنك نسيت إله خلاصك ولم تذكري صخرة حصنك، لذلك تغرسين أغراس النزهة وتنصبين نصب غريبة. العبري بيقول كي شكاخت إلهي يشعخة، لأنك نسيت إلهك يسوعك. أشعياء 46 13: قد قربت بري لا يبتعد وخلاصي لا يتأخر، وأجعل في صهيون خلاصا لإسرائيل جلالي. قد قربت بري ويسوع لا يتأخر وأجعل في صهيون يسوع. ودي أيضا نبوة بتتكلم على أن يسوع هيأتي في صهيون. سفر أشعياء 51 5: قريب بري قد برز خلاصي وزراعاي يقضيان للشعوب، إياي ترجو الجزائر وتنتظر زراعي. قريب بري قد ظهر يسوعي، يسوعي ده هو يهوه. حبقوق 3 13: خرجت لخلاص شعبك لخلاص مسيحك، سحقت رأس بيت الشرير معريا الأساس حتى العنق سلاح. يقول لخلاص مسيحك، ليسوع مسيحك، يعني يسوع المسيح، يشوع المشيح، يشوع مشيخة. دي مكتوبة في العبري في العهد القديم في حبقوق 3 13. ده مش لقد اخترعوا المسيح لنفسه أو اخترعوا المسيحيين. أستاذ الحبيب جيري ربنا يبارك حضرتك، وأستاذ روح وحياة، وأستاذ ابن البابا كرولوس ربنا يبارك حضراتكم الاثنين على تنزيل الأعداد، بركة كبيرة لا أستحقها حقيقة، ربنا يعوضكم. فيشوع يسوع المسيح أو يشوع مشيخة دي موجودة عند اليهود من العهد القديم لفظا، مش اسم جديد اخترعه المسيحيين للرب يسوع المسيح لما حبوا يقلبوه، ده لفظا. فيسوع اسم ليهوه في العبري والإلهيم والعهد القديم، اسم ووصف وظيفة ونبوة عن مجيء. اليهود يعرفوا جيدا ان يشوع اللي هو يسوع او يشع هو يهوه واسمه، وعبدوه ويعرفوه وانتظروه. لكن الإشكالية مرة تانية، لم يفهموا سر التجسد لغاية قيامة رب المجد.
لاحظ ان تلاميذ المسيح ورسلهم فهموا التعبير ده كويس جدا. رب المجد نفسه استخدم الكلمه دي في كلامه في العبري لما يقول في يوحنا 4:22 قبل حتى ما يقول اسمه للسامريه، بيقول لها ايه؟ اما نحن فنسجد لما نعلم لان الخلاص هو من اليهود. الكلمه لو بيكلمها بالعبري لانها سامريه وهو يهودي بيتكلموا باللغه العبريه هما الاثنين، بيقول لها لان يشوع هو من اليهود. يشوع مش هيجي من السامريين، يشوع هيجي من اليهود في يوحنا 4:22. لوقا فاهم الكلام ده وهو بيكتب. لوقا فهم ان الخلاص هو يسوع لان نفس الكلمه فهي فعل ووظيفه ونبوه ولكن ايضا اسم. لذلك اخذ الرب يسوع المسيح في تجسده يهوه لما تجسد وجاء في ملء الزمان من احشاء مريم العذراء اخذ جسدا، اخذ اسم يسوع، اخذ اسم يشوع، لان كل الكميات الايات اللي قلتها دي نبوات ان هو هيجي باسم يشوع. انجيل لوقا 1:69 لما يقول واقام لنا قرن خلاص في بيت داوود فتاه، المتكلم هنا مين؟ زكريا الكاهن الفاهم اللي بيتكلم عبري، وبيقول واقام لنا يسوع في بيت داوود فتاه، واقام لنا يشوع. لوقا ايضا لما بينقل لنا كلام سمعان الشيخ اليهودي الشيخ الكبير الفاهم لما راى يشوع في الهيكل وجايبينه ابواه ليصنعوا عنه كما يجب في الناموس، بيقول في انجيل لوقا 2:30 لان عيناي قد ابصرت يشوعك بالعبري. عيناي قد ابصرت يشوعك، لو بيقولها سمعان الشيخ بالعبري بيقول خلاص انا شفت يشوع. بالترجمه قد ابصرت خلاصك، ولكن نطقه في العبري هي يشوع. لوقا البشير لما اتكلم مقتبس من اشعياء في انجيل لوقا 3:6 ويبصر كل بشر خلاص الله، يبصر كل بشر يشوع الهيه مقابل يهوه الهيه. فزي ما كان بيستخدم في سفر التكوين اصحاح 2 يهوه الهيم الرب الاله يهوه الهيم، ايضا بيستخدم لوقا البشير اللي فاهم كويس جدا يشوع الهيه. سفر اعمال 13:26 ارجو عدم التشتيت، اللي يحب يسال مره ثانيه يرفع ايده تحت امر حضراتكم، لكن ارجو عدم التشتيت بجاء محبه. لما يقول لوقا البشير في اعمال الرسل 13:26 ايها الرجال الاخوه بني جنس ابراهيم والذين بينكم يتقون الله اليكم ارسلت كلمه هذا يشوع اللي هو هذا الخلاص. واعمال الرسل 13:47 لتكون انت يشوع الى اقصى الارض. واعمال الرسل 28:28 ليكون معلوما عندكم ان يشوع الله او يشوع الهيم قد ارسل الى الامم وهم يسمعون. معلمنا بطرس الرسول ايه رائعه جدا يقول الاتي في رسالته الاولى اصحاح 1:10 الخلاص الذي فتش وبحث عنه انبياء الذين تنبؤوا عن النعمه التي لاجلكم. بطرس لو بالعبري شيل كلمة الخلاص التي نطقها بالعبري يشوع يقول الآتي يشوع الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي لأجلكم. ده اللي بيقوله معلمنا بطرس بالعبري يشوع الذي فتش وبحث عنه الأنبياء بالاسم، ليس الصفة، ليس نبوات، وليس أفعال، ولكن اسماً أيضاً زي اسم يهوه، زي اسم إلهيم أيضاً اسم يسوع في العهد القديم. معلمنا بولس الرسول أيضاً يقول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس 10:4 وجميعهم شربوا شراباً واحداً روحياً لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كان المسيح. فالصخرة اللي هي تستبدل بكلمة المسيح، لو خدنا التعبير ده بمفهوم بولس الرسول اللي بيقول إن الصخرة هو المسيح، لما يتكلم على الصخرة بيتكلم على المسيح. ناخد كلمة الصخرة مع كلمة الخلاص اللي هو المسيح يسوع، سفر تثنية 32:15
لما يتكلم عن صخرة خلاصه هو بيتكلم على المسيح يسوع. مش عايز أطول على حضراتكم، فيهوه هو المسيح يسوع، هو الحصن، هو المنقذ، هو الترس. لما يقول عنه في سفر مزامير 62:2 إنما هو صخرتي وخلاصي المسيح يسوع ملجئي. هلما نهتف لصخرة خلاصنا، هلما نرنم ليهوه، نهتف للمسيح يسوعنا. فيهوه هو المسيح يسوع الخلاص، اسم وفعل وصفة ووظيفة. ولكن في الملف ده بالإضافة لمعرفتنا الجيدة على فعل وعلى وظيفة وعلى نبوة، حبيت أوضحها كاسم من العهد القديم. اسم يسوع اللي هو اسم يشوع عرفوا اليهود كاسم ربنا في العهد القديم، عبدوه في العهد القديم كاسم ربنا، انتظروه بكل هذه الآيات اللي قدمتها إن لما يهوه يأتي حياتي باسم يشوع اللي هو اسم يسوع. مرة تانية هندرس حاجة مهمة اللي هي أصنة، لأنها مهمة. لما كان اليهود بيندهوا المسيح يسوع في دخوله الهيكل يوم حد الشعانين، كانوا بيقولوا له أصنة. الناس دول بيقولوا له إيه؟ وهل بيقولوها له عن جهل؟ ولا بالفعل ده كان اعتراف بإلهيته في هذا الوقت؟ نتوقف عند الحد ده علشان الوقت، وأكمل أسئلة